واخويا الغادي راه 10 دراهم الحاج. شحال باغي الحاج شحال؟ سكينو مرحبا. مين بغيت؟ غادي اوافي الله ينفعك. شحال قرعه؟ 10 دراهم. شحال؟ خويا طريب بجوج دراهم. خويا طريب بجوج دراهم. ما عندي الصرف، تصرفوا جيب لي 5 دراهم. ما عندي الصرف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الحمد لله بارك الله. اخويا شنو نقول لك، الاثمنه في المتناول، يعني بحال دابا نقدر ديك السكسو ديرها 60 ريال. الاثمنه مزيان في المتناول ديال الجميع. كاينين شي حوايج اللي هما غاليين بحال المطيشه والبصله، هما اللي دايرين 10 دراهم. البصله دايره 7 دراهم 6 دراهم. الكركوبه مال الخضاريه هي اللي شويه هابطه، هي اللي دايره 60 ريال 70 ريال 80 ريال. مطيش اخويا الايام هي اللي عرفت واحد الصعود اللي هو مهول في الثمن، حتى هاد اليومين بقات كتصدر لبرا، حتى علاش الثمن طلع ليها بزاف. هادشي اللي خلاها تولي، هادشي اللي خلاها دارت الثمن بحال هكا. يعني حنا ما عرفناش علاش دارت بحال هكا، يعني وحنا في المغرب في البلاد فيه الخير وكل شيء، ومادش 10 دراهم بحال هي مصدر من برا. الحمد لله اخي موجود في البلاد، علاش كيديروا هاد الحاله بحال هكا. شنقول لك، بحال دابا مثلا خيزو راه 60 ريال موجود عندنا، حنا راه موجود خيزو كان بها 60 50. الثمن ديالو ولا باه؟ لا الثمن مزيان. لا الثمن ما تعرفش، ما مزيان الثمن طايح. مارشي راه ما كاينش مارشي، الثمن هو شويه طايح. هذا خيزو ولفت هما راه 60 ريال. ديال البلاد لما كيخيزو ما كاينش ولاد زيان. خيزو كلشي هذا السلعه كلها ديال البلاد، ما كاينش حاجه كتجي من برا. من خيزو 60 ريال بحال دابا اللفته هما 60 ريال، ثلاثه الفوته البيضاء والحمراء مزوقه 60 ريال. الفول مذاق واحد ولا كل وحده؟ كل وحده كتميز المذاق ديالها، يعني ما خاوم بحال كل وحده عندها مذاق ديالها خاص بها. الفول حتى هو في المتناول حتى هو راه 60 ريال 60 ريال 70 ريال حتى هو في المتناول. عندنا ثاني لي الشوه حتى هو راه حتى هو في المتناول، حتى هو راه 60 ريال الكيلو. حبه راه ب 5 دراهم فيها 2 كيلو ولا فيها كيلونس، يعني راه ما تاكل حتى الدار والجيران. قرا حمراء حتى هي شويه الثمن ديالها طالع شويه، حتى هي راه كتعرف بحال الثمن. حتى هو اللي كاينه الجوده بحال كطلع في التاف الجوده وكتطلع في الثمن. الاسبوع اللي فات كانت الجوده ديالها ناقصه. لا على حسب، كاين اللي كيجيب مليح كاين اللي كيجيب على حسب الثمن. الثمن هو اللي كيحدد المليح على القبه، يعني باش تلقى راه مليح راه غادي تخلص لي 10 دراهم 42 هذا في السوق. باش تلقى راه شويه حتى في الجوده شويه طايحه راه تاخذها ب 160 140 هذا هو الثمن ديالها. كتعرف القرعه مزيان ولا القرعه؟ الحموري الا كانت القرعه حمراء كتعرف راه مليح. هذاك هو المعيار باش كتقيس القرعه، تقيس بالجوده ديالك كتقاس بالحموريه وبالحلاوه ديالها. وتو كتكون غليظه في الحر، بحال كتكون غليظه شويه في الحر، ما تكونش رقيقه. النوع ديال القرعه اخر؟ هذه القرعه الطيليه اللي كتسمى القرعه الطيليه. هذا شيء باقي لا داخله جديده، هذه اول جنيه اكادير، هذه اول جنيه ليا باقي داخله. شاش اللون ديالها داير بحال ما كاين جديده. القراح عليكم السلام ورحمه الله. القراح الحمراء شتي كما قلت لك كتعرف اللون ديالها والمذاق ديالها، كتكون حمراء اللي ما كانتش حمراء بلا ما تاخذها. فوالا عتقد لا عتقد، حنا خدامين. سير مرحبا، شو مشكل.
عطيلي يلاه باقا يلاه الجني الاولى دير 10 دراهم 10 دراهم في الجمله كدير شي 7 دراهم ونص مازال شاده الثمن هي ملي كتنزل كتولي غير بجوج دراهم درهم ونص في المارشي ملي كتنزل كطيح الله كتولي غير بجوج دراهم درهم ونص الكيلو ولكن غرام مليحه كتبقى ب 60 كتبقى شويه طالع في الثمن هذا الحاجه 300 درهم محاطه الصرف ديالها ما عنديش هي ما كاينش الدوليه الصرف النازك شي له ايوا السوق انت كتشوف اجواء دابا رباقه حتى الصباح باقي الاجواء باقي السوق ما عمرش مزيان 12 ولا 11 هذا كيعمر السوق مزيان انا دابا تقرا انا ماشي انا ماكنتش كنبيع انا كانت غير الام ديالي هي اللي كانت كتبيع وتشري قديمه وانا وبقات هذه انا كنت كنقرا وكانت هي خدامه ودابا ملي هي دابا الله ما توفات توفات الساعه 12 وبقيت دابا انايا كنبيع وتشري بينما انا زعما فهمتي غير ندير باني في السوق بينما جا الله ما احسن دابا عندها فرا شي شي عندها بولي في هذه الحفله الوالده 20 عام 20 في الحفله الوالده 20 عام يكتبها وتشري في السوق بقيت يعني حس السوق وحنا اختارينا حس زعما حس مزيان ماشي بحال هذا يعني الصف ديما الصف دار جيبك ديما مدور الحركه ويعني كيبقى وقتك حر ديالك ما كتدي بلاصه ما ولا شي خدمه ولا شي حاجه كيبقى الوقت ديالك حر وبزاف د الحوايج يعني البيع والشراء احسن حاجه هو البيع والشراء كيما احسن من البيع والشراء هي البيع والشراء احسن حاجه تخليش على قرايتك عندي نيفو باك من بعد نيفو باك درت تكوين مهني درت ستوندر درت تكنيسيان سبيسياليزي فابريكاسيون ميكانيك واخدين دابا الدبلومات العام ان شاء الله وباقي لا بس حتى خد الدبلوم صافي وحبس حيت من العيد الام ديالي صافي ما بقاش قدرت تخدم صافي وليت انا اللي مكلف ليها بالخدمه وهاديك الشيء مكلف ليها بالصو صافي حنا كنا حيت كنا انا وياك وكش الصغيره ما كاينش غادي يخدم علينا هي من العيد صافي ما بقاش يخدم علينا صافي اضطريت اني نخدم بلاصتو طرات هي تبارك الله وكنت انا بلاص عندك كتاب بزاف وباش تخدم في الدومين ديالك ان شاء الله علاش لا الا في الدومين ديالنا علاش لا فابريكاسيون ميكانيك راه دومين زوين وفي افاق راه ما شفنا شي شركه في الدومين هذا ولكن الحمد لله حنا باقي كنقلبوا باقي كنشوفوا باش تخلي النمره ديالك علاش لا علاش لا النمره ديالي 06 33 52 61 68 شكرا الله ان شاء الله دابا انا فهمتي غير عمدي باني فيه بينما لقينا ما احسن هو البيع والشراء حتى هو مزيان انا كنفضل ندير البيع والشراء وما كنفضلش نمشي للشركات الشركات تكون فيهم ولكن ما عجبنيش السيستم ديالهم كتبقى وقتك مزير وكتبقى محبوس وما عندكش الوقت ديالك حر البيع والشراء لا كتبقى الوقت ديالك حر تفيق ما بغيتي تخرج ما بغيتي حد النهار باش ما تخدمش بقى ما تخدمش تبقى في الدار نعاس ولا تخرج الدور تسافر لشي بلاصه ولا تخرج مع صحابك يعني كيبقى وقتك حر ماشي بحال الشركات ديما وقتك عامر وقتك ديما ديالو بزاف د الحوايج باش راه لقينا في الدومين غير لقينا غير مع يعني غير مع السلطات وهادشي بار مرة كيجيو كيجريو علينا هادو الصعوبات لقينا في الدومين عارف الخزني وهادشي كيجيو كيجيو يقول لك ما توقفش هنا حي من هنا هادشي اللي كاين ماشي صعوبات اخرين ما كاينينش بس الشباب اخويا شنو نقول لك البيع والشراء ما انا ننصح الشباب اخويا يتجهوا للبيع والشراء اذا نصح لهم نقول الشباب لان ما كاين ما احسن من البيع والشراء البيع والشراء وصى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى على التجاره علموا اولادكم تجاره ولا تعلموهم اجاره يعني البيع والشراء فيه بزاف الحوايج اللي زوينين ماشي اللي نوصي الشباب اللي تعلم يعني ماشي غير في الخضره يعني في البيع والشراء في اي مجال ولا خالتي الصين اخو ديالك يعني البيع والشراء ماشي الخضره يعني البيع والشراء في اي مجال يعني الكوميرس راه فيه تبارك الله اش لا مجالات يعني بزاف المجالات تبارك الله المجالات ماشي غير البيع والشراء المهم البيع والشراء بجميع المجالات ديالو البيع والشراء ماشي احسن من البيع والشراء يعني كتبقى وقتك ديالك حر وليبر انت واحد ما يتحكم فيك مرحبا اخويا يعني كنت مشكل بالنسبه للناس مرحبا اخويا احنا كاينين في البرنوسي ورا جامع ديال ورا السبيطار ديال المنصور ديريكتومو سوق علاق قديم معروف
شي 6 بطاعه ديال المنصور وراه نيشان كاين السوق ديالنا حنا اللي بغيت تقدر مرحبا هنا اصلا الاثمنه كاينه كيموت هنا وهنا اصلا على السوق شعبي كلشي الاثمنه رخيصه راه الديسير كلشي رخيص الليمون راه غير 50 ريال 2 درهم 60 ريال كلشي التفاح راه 160 140 كلشي كلشي في المتناول الديسير يا خضره يا ديسير كلشي بطاطا 60 50 40 كلشي في المتناول يعني ما كاينش هاد السوق ديالنا حنا ما فيهش حاجه اللي غاليه غير بصلومات هما اللي غير حسب ما اصلا غاليين انا ماشي غير هنايا كل المغرب كامل كلشي فيها كلشي فيها الثمن ديال البصلومات وهادشي كيبقى يعني كل وقت وقته يعني راه مره الوقت غاليه مره وقت رخيصه ماشي ديما ماشي ديما غتكون رخيصه راه ماتش انا راه دوزنا بدر في السوق هنا مرتاح عندنا حنا هذا سعيد انا ما عندنا ماتش هنايا حتى ايام الناس كيما كيبي كيبي بدر بدر ماتش هنا بدر ماتش وسط هنا ماتش بدر ماتش هنا ماتش يعني السوق هذا يعني ديال الناس الدراويش اللي باغيين يعيشوا ويجي يعيشوا هنايا راه تمام متناول ديال الجميع يعني اللي عنده يعيش اللي ما عندوش يعيش كلشي موجود الحمد لله هنا راه السوق هذا كما كتشوفوا انت الشارع السوق غير صغير ولكن راه السوق راه كيعيش قصار هنايا كاين اللي عنده عائلات هنا عنده قصار كاين اللي هز الوالديه هز الدار هز الحاجه ولكن عايش غير من السوق ما عندوش حد اخر غادي يمشي ليها من غير السوق هادشي اللي نقولوا اخويا والله يسر الامور جميعا والله الله يصوب.